السلام عليكم، اهلا بيكم متابعينا ومشاهدين القناة. صباح الخير او مساء الخير حسب ما بتشوف الفيديو. ان شاء الله النهاردة جاي لكم بورد وزراعة وحاجات حلوة جدا. ان شاء الله هنشوف مع بعض النهاردة حاجات في الارض الزراعية والمنتجات بتاع الارض الزراعية وكده. شوفوا الورد ده ما شاء الله، يعني ورد بوري وبدأ يطلع الورد بتاعه. ان شاء الله الورد جميل جدا، وهنشوف مع بعض دلوقتي الارض وهي بتتحرث، يعني المحراث او اللي هي الآلة بتاع الحرث بتحرسها، الفلاحين بيقولوا بتحرطها يعني. فديت سبحان الله يعني كذا فدان جنب بعض، كل فدان في مرحلة معينة من النمو. يعني الفدان اللي حضراتكم شايفينه اسمر خالص ده ما فيش فيه حاجة خالص، لسه بيتحرك، يعني ما فيش فيه بذور ولا زرع لسه. اللي جنبه اتشتل فعلا ولسه الشتلات صغيرة، واللي جنبه خالص ده برضو مزروع اللي هو الاخضر خالص، هيجي دلوقتي الاخضر خالص ده مزروع اللي هو البرسيم عشان موسم الشتاء داخل بقى، واغلب الاراضي بتزرع برسيم. ما شاء الله، يعني صورت لكم صورة واحدة جمعت كل مراحل الزراعة. واللي بعيد دوت ده برضو مشتول خاص، فدان في شتلات خاص ولسه، بس لسه صغيرة يعني. طبعا بصور من فوق، وديت الشجرة الجهنمية اللي جنب البيت، والحديقة الصغيرة ديت فيها بقى شجر التين والورد والشتلات اللي احنا زارعينها وعاملين بيها فيديوهات، وشجرة الجوافة هي قدام حضراتكم. ايوه دي شجرة الجوافة، هي الإضاءة كان في حاجة زي شبورة النهاردة او حاجة بسيطة كده، بس انا حاولت يعني ان انا اظبطها يعني. ودي شجرة التين لسه صغيرة، كبرت عن ما كانت في الفيديو اللي فات. وشجرة الفل تحت اهي. هنشوف دلوقتي بقى المحرات وهو بيحرث الارض، وهو بيمشي في الارض كده واحده واحده في هيئه خطوط علشان يحرث الارض. يعني يحرث الارض يعني يفتت الذرات التراب بتاعها، يخليه ذرات صغيره خالص عشان يسهل على الزرع يطلع وكده، واثناء الري ما تعملش اللي هي القلاقيل او اللي هي الحاجات الكتل الكبيره دي تخلي الزرع ما يقدرش يطلع من تحت التربه. هو دلوقتي طبعا شايفين اللي حواليه ده الطيور وابو قدام وكده، وطبعا ليه مهمة اساسية في الموضوع ده. ساعة ما بيشوف الراجل بيعمل الارض بتلاقيه يمشي حواليه كده ويشوف بقى رزقه في الارض، من بقى بقايا الحبوب، الديدان اللي بتضر الارض، ربنا بيبعته كده علشان ايه، يشيل الحاجات دي من الارض. وهو بيمشي بقى واحدة واحدة كده، والآلة ورا الجرار اللي هو راكبه ده، وبيعمل عملية ايه، تفتيت او طحن للحبيبات ديت علشان يسهل عملية الزراعة بعد كده وطلوع النبات. بيمشي واحدة واحدة قدام حضراتكم اهو. سبحان الله، يعني الاول كانوا الفلاح في الاول كان بيعتمد على جهد هو من غير جرار او حاجة، وهو اللي بيقوم بالمهمة دي، سواء بقى بجر الآلة اللي ورا دي هو، او بيستخدم الحيوان الزراعي اللي معاه. شفتوا صورتلكوا كمان الحمام اللي طاير ده، غية حمام بحالة اهو. ان شاء الله الناس اللي بتحب تربية الحمام وكده ان شاء الله، جميل جدا منظرهم وهو طاير، اللهم بارك. طبعا برضه هما لما بيشوفوا حاجه زي كده بيعرفوا ان في رزق في الارض دي، فبينزل ياخد رزقه، كل واحد ربنا كاتب له الرزق بتاعه. زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال برضه فيما معناه، يعني لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعودوا بطانا. يعني كل طير من ده سايب بيته الوقت وسايب العش بتاعه وطالع يدور على رزقه، بيطلع بطنه فاضي خالص وبيرجع ايه، بطنه ملقى وبيغذي الصغار بتوعه. سبحان الله.
وطبعا هو الجرار شغال بس استخبى في الزرع العالي اللي هناك ده، يعني الزرع الأخضر اللي هناك خالص ده برضو برسيم مزروع بقى بقاله حوالي 7 أيام أو 10 أيام كده، بدأ يخضر خالص أهو. والأرض اللي جنب ده اللي هو بيحرث فيها بقى اللي هي لسه هات الزرع. طبعا البرسيم أغلب الفلاحين ما بيحرتوش الأرض بتاعته، يعني بيزرعوه ورا الرز على طول من غير حرث أو خدمة للأرض، يعني عشان يعني البرسيم ما بياخدش مجهود وكده. لكن الحرث ده بيحصل في الأراضي اللي هي هيتزرع فيها محاصيل بتجهد التربة، علشان كده لازم يجهز التربة كويس، يقلبها كويس، يضيف لها السماد، يضيف لها الكيماويات بتاعتها علشان تقدر تجيب له محصول كويس. سبحان الله المنظر اللي قدامنا ده يعني بيتكلم عن نفسه، يعني كل حاجة انت شايفينها عبارة لها دور معين بتقوم بيه. الفلاح بيحرط الأرض علشان يطلع المحصول، الأبقدان أو الطيور اللي حواليه ده نازل ياخد رزقه، وفي نفس الوقت بينقي الأرض من الحشرات الضارة اللي بتأذي النبات. كل حاجة حواليه لها دور ووظيفة معينة. سبحان الله، عملية الحرث ديت ربنا ذكرها في القرآن برضو كآية من الإعجاز في الخلق. يعني ربنا قال في سورة الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. صدق الله العظيم. يعني الحرث اللي انتوا بتحرثوه ده لما بتزرعوا بقى النباتات ده، الزراعة في اللغة اللي هي الحرث، لكن الزرع نفسه اللي بيزرع نفسه بينسب إلى ربنا سبحانه وتعالى. يعني فالحرث ده يعني انت بتحط البذرة وتحط عليها الطينة وتحط عليها المية. المفروض لو هنتكلم بالمنطق وبالعقل ان اللي انت الحاجة اللي هتعمل فيها كده هتبوظ وتعفن، لا، ربنا قادر انه بيطلع النبات من تحت الارض بالطريقة دي. ده خاص برضو انا قلت لحضراتكم عليه، وجنبه برضو الحيوانات الزراعية، و لسه كمان هو بيكمل دلوقتي حرس الأرض. والحمام ده طبعا متابعه، يعني بيشوف هو بيحرس فين بالظبط، وبتلاقيه بينزل بينقي الحبوب اللي في الأرض اللي باقية أو أي بقايا باقية من المحصول اللي فات وبيتغذى عليها. بس الموضوع ده ليه يعني، دي ميزته إن هو بينزل ياكل من الأرض، لكن عيوبه بقى إن في فلاحين أو بعض الناس بتضيف السم ده عشان الحيوان ده ما ينزلش الارض ياكل البذور اللي هم زارعينها ده وقت الزراعة طبعا. فحرام يعني ما تضيف سم عشان الطيور اللي تنزل تاكل منه تقوم ميتة، حرام يعني، مستحرم الموضوع ده. الله المنظر جميل، هو ما بزوم بس الصورة بتبقى مش اوضح شوية، بحاول اوضحها. يعني بيوزعوا نفسهم كلهم يروحوا في مكان معين علشان ايه، يبدأوا ان هما يتغذوا على الحاجات الموجودة فيه. الراجل شغال هناك اهو في الاخر على اليمين، شغال جايب الارض من اولها اهو، بيعتبر كده يعني ده في اخر صف، بيحاول ان هو يحرك الارض كلها، يفتت حبيبات التربة. طبعا لو في حد هنا في كلية زراعة أكيد عارف الكلام ده، حد مهتم بالزراعة بس مش لازم كلية زراعة برضو عارف الكلام ده. ونسيت أقول لكم بقى إن تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة، مش محتاج أقول لكم يعني، أكيد اعملوا لايك للفيديو كتير علشان يوصل لكم كل جديد مننا. هو بيكمل آخر صف أهو علشان يبدأ يزرع بقى، يعني هو هيحرط الأرض كده. طبعا مش هتزرع في نفس اليوم، وطبعا بيفضل يوم او اتنين كده، وبعدين يبدأ ان هو بيجي بيشوف هيزرع ايه بقى،
لو زراعة بتحتاج ان هو يروي الاول بيروي الاول، لو ما بيحتاجش ان هو يروي بيرمي البذور الاول وبعدين يروي، او لو شتلات بيبدأ ان هو يعملها بقى مصاطب وكده علشان ايه يزرع عليها. هو ماشي براحته جدا كده علشان يفتت اكبر قدر ممكن من الارض، هو ده الصح على فكرة. يعني هو لو عمل بسرعة كده يعني تسمى كروتة او كده، يعني مبيعملش حاجة بضمير، لكن ده ما شاء الله يعني ماشي اكيد ارضه، يعني مادام بيعمل فيها كده اكيد ارضه، بيعمل باتقان علشان الزرعة اللي بعد كده تطلع كويسة. بيبص قدامه ووراه بيتأكد ان كل شبر في الارض بيتم حرثه او اللي هو تفتيته للجزيئات اللي اصغر منه. والطيور ماشية وراه برضو، اي حاجة يشوفوها اكيد بيتغذوا عليها، عشان كده بقولك دايما تسمع تقول يقولك ابو قردان صديق الفلاح. ده المنظر الطبيعي بقى، يعني فلاح شغال في الارض تلاقي ابو قردان ماشي جنبه وبيطير حواليه. فعلا يعني المقولة دي صح، هو دلوقتي في آخر الأرض خلاص أهو، وكده يكون حرث الأرض كلها. وأي معلومة في الزراعة تحت أمركم اكتبوا كومنتات ولايك للفيديو ضروري عشان يوصل.